رايحين المعدن الملح اللي بالشقعين ضارج اللي تقع بجانبه اللي هو يسمى ملح ضاري. هذا معدن الملح اللي بالشقة ملح ضاري ضارج قديما اللي يمر من عنده درب البخور وعناه امرأة القيس. الحين وصلنا العين ضارج ضارج المندثرة. هذه هي مندثرة. بصراحة أنا بعد حلقة امرأة القيس قبل 6 أشهر توقعت أنه لما تبث الحلقة أنه بيصير فيه اهتمام من أهل القصيم، من أهل بريد، من الجهات المسؤولة، ولن راح 6 أشهر ولا اهتمام. جيت ثانية، الحين جيت يا جماعة الخير، مو معقول. هذا المكان مكان مهم، مكان يحكي تاريخ، ورد فيه حديث عن الرسول، قصة الوفد اليماني اللي جو وشربوا من عين ضارج اللي يفيء عليها الظل. شوفون الظل، هذه شمس العصر، هذه الغرب، ناظروا ها، ناظروا ظلالي، ناظروا، يفيء عليها الظل، الشمس لانكسرت يفيء على العين المندثرة، عرمضها طامي. القصة ان الوفد اليماني اظلوا وطريقهم جاي من اليمن للرسول صلى الله عليه وسلم، عليه هذا حديث رواه الامام احمد. فوصلوا اليمامة ويبدو أن القوافل اللي تأخذهم، إحنا قلنا أن الشقة وعنيزة وطريق من طرق البخور يمر القصيمة الخارج من حجر اليمامة من الرياض مرورا بالدرعية، سدوس، مناطق الوشم كله. فلما وصلوا إلى هنا أضاعوا الطريق، هم يريدون المدينة، المدينة هنا غرب عنا الآن. فجلسوا تحت طلح، هنا طلح الحين الأرضي، ما به طلح الآن لكن به الرمث، الرمث شوفوا الرمث كثير دائم، لا شفت الرمث والوادي منه فيه رمث، الرمث دائم ينبت فيه طلح. فيقول ذهبنا إلى ظل طلحة ننتظر أننا ها نموت. زين، يقولوا حنا جالسين كذا، مر راكب على بعير، لأن الطريق طريق قوافل حنا قلنا. فواحد من الثلاثة وبيقولون القصة للرسول الآن صلى الله وسلم عليه وآله، قالوا له، قال واحد من الثلاثة وهم ميتين من العطش ظلوا الطريق ويبدو أنهم ما معهم ركاب، ما عندهم إبل، قالوا واحد من اللي جالسين ذول الثلاثة الوفد اليماني تمثلوا في بيتين لامرأة القيس، وهما طبعا البيتين مهب المعلقة. قال واحد من اللي ينتظر الموت، قال فلما رأت أن الشريعة همها وأن البياض من فرائصها دامي، تيممت العين التي عند ضارج يفيء عليها الظل عرمضها طامي. فوقف الراكب، قال من اللي يقول هذا؟ قالوا امرأة القيس. قال والله ما كذب، انظروا إلى العين عنكم 50 ذراع. يقول فذهبنا إلى العين، ذهبنا نحبو، وهذه هي العين. يقول فجثونا، شو ها ناظروا شلون جثونا فشربنا، ويعني يفيء عليها الظل الآن، هذا الفيء العصر يفيء عليها، شو الشمس بوجهي، عرمضها طامي يعني يشبه الطحلب، الطحالب مغطيتها. إلى قبل 30 سنة وأهل القصيم وأهل الشقة يشربون من العين يسمونها القويطير، ترى غير القويطير اللي بالوطات. خلونا نروح نشوف الحين هالعين اللي المندثرة اللي صارت مكب للزبائن للأسف. امرأة القيس قلت هذا بالحلقة، جلس على هالمرفأ بين العذيبي، يعني العين عين ضارج وضارج، هذا هو الملح. يناظرون السحاب المقبل العظيم ليلة، لأن امرأة القيس جاء هنا وأصحابه علشان يأخذون ملح، علشان يملحون فيها الصيد المه الوضيح اللي صاده. فقال لي صاحبي جلسوا هنا، جلسوا على هالمرفأ، والناس دائما يجلسون بالمرفأ لما يجي السيول، وبدأوا يشوفون السحاب. فقال لصاحبه اللي معه، أصاحي ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حبي مكللي، يضيء سناه أو مصابيح راهب أمال الصليط بالذبال المفتلي. يقول كأنه راهب متبتل مرتفع على مكان ويميل الزيت ومن الشعلة تزود. الراهب قديما يعني قبل الإسلام كان في رهبان يتعبدون على الجبال، فكانوا إذا ميلوا الزيت طالت الشعلة ثم تذبل،
زي البرق من بعيد، الحين تشوفه من بعيد أحمر زي فتيلة الراهب. ثم يقول قعدت له وصحبتي بين العذيبي، هذه العين ضارج عذيب لأن التصغير ما عذب وهي تنقط فسميت عذيب، وضارج بعد ما متأمل. شوفوا الآن العصر، الفي دائما شمس ما بعد العصر، يعني ما بعد الظهر مو بالعصر. شوفوا بدأ الفي يفيء عليها الظل، العين هذه مكان العين المندثرة، شوفوا الظل بدأ يفيء. هذا المكان ورد في حديث للوفد اليماني، وأيضا ذكره امرؤ القيس بأجمل مكان في قصيدته لما ذكر اللوحة المطرية وذكر ملح. لكن الآن هذا الملح، هذا العين، بسبب أنه المياه عندنا نظبت جميع المملكة بسبب الاستنزاف، ما زال أثار الماء فيها. انظروا شوفوا الثيل، هذا الثيل نعم، الثيل هذا ينبت دائم على الرطوبة. شوفوا هذا الثيل ينبت على الرطوبة لين فيه ماء. هنا كانوا يجهزون، كانوا يجهزون تحت هذه الطبقة من الرملية. انظروا إلى العروق، أكسيد الحديد وأثار الماء. هذا أنا رأيته بجميع العيون اللي بالمملكة. فهذا العرمض يعني فيه شبل إنها تنقط، فيجثون فيشربون. ليش ما يجون أحد من أهل القصيم يحفر هذه؟ أنا لو لي صلاحية حفرت 4 أمتار وسيجدون الرطوبة تجتمع ثم يجتمع الماء، ويكتب عليها القصة، يكتب لوحة هنا إن هذه عين ضارج اللي وردت بشعر امرؤ القيس، وردت في الحديث للوفد اليماني اللي وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وآله. طبعا هنا طبقة من ناحية جيولوجية، هنا طبقة صخرية الآن غطتها الرمال، ولذلك اندثرت العين، هي لا تجري، العين تنقط، لذلك إذا دفنت الرمال توقفت. لكن هذا الثيل يعلمنا أنها ما زالت موجودة، العين التي عند ضارج يفيء عليها الظل ارمضها طعم. كل هذه الواجهة الصخرية، العين ضارج والعذيب، كلها كتابات، طبعا ما ليست كتابات قديمة يعني ثمودية، لكنها كتابات عربية لا يقل عمرها عن 100 سنين، لأن من دثرة من محية رغم الحفر الغائر اللي فيها، لكثرة من يأتون إلى هذا الماء يشربون من القوافل. كثرة اللي وردوا على هذه العين يشربون، احنا قلنا قبل 30 سنة و40 سنة فقط، يسمونها القويطير لأنها تقطر. شوفوا الناس كتبوا كده. يلا حاجة غريبة يا أخي، يعني ما أدري ليش حفظنا بالمدارس أحاديث إماطة الأذى عن الطريق، يعني المحافظة على الإسلام جاء لصيانة الأوطان، لكن ما في تطبيق على أرض الواقع، ما في. بعدين أنا وش أشيل وش أخلي الحين؟ كل الدنيا زباين، لكن بجمعها وأخذها ولا أخذها. شوفوا حتى الزبايل بدأت تلصق على الجدران اللي عند عين ضارج. طريق البخور يمر من هنا، يتزودون بالملح، الملح سلعة استراتيجية، ما زالت الملح سلعة استراتيجية، طعام لا. وفي ذلك الوقت كانوا يستخدم أكثر لأنهم كانوا يجففون فيها الصيد، ما كان في ثلاجات وثلج، لما يصيدون الصيد مو بدائم يوجد، فلازم يسمونه قديد، يقدد اللحم ويملى بالملح، يأخذونه معهم الأشهر ربما سنة كاملة ما يتعفن. امرؤ القيس يقول قعدت له بين العذيبي وضارج، هذا ملح ضارج قعد بالمرفع ذاك اللي حنا فيه، بعد ما متأمل، بعد متأمل هذا السحاب. هذا المكان فعلا مهم تاريخيا ومهم استراتيجيا ومهم اقتصاديا.
هذه الجدران يبنى منها الغرف الملحية. هذه الجدران تبنى منها غرف، يعني هذا شوفوا هذا كله ملح، تبنى منه غرف لعلاج مرضى الربو.